ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ دلوقتي في تحدي كده شفته على النت فقلت اجربه في هاجر. تمام، هو عباره عن كل نحط القلم جوه وهاجر لازم تطلعه. ازاي؟ معرفش. انت عارفه انا هحط القلم فيه، يعني انا هفتح كده الاريزون لو رفعت ماشي. انا هحط القلم فيه. تطلع من غير ما تستخدم ايديها ولا تستخدم اي حاجه خالص، غير ما تمسك ازازه. المفروض تطلعه من غير ما تستخدم ازازه. ازاي؟ معرفش. لو كسبت حديها شيف ده تاكل. يعني انت ما بتحبش تحديات دي منين؟ تعالي اقعد هنا. انا عارف لقيت اي حد عنده مره يخليها لنفسه عشان ايه؟ ما ينزلش بقى. بس اعمل ايه؟ دلوقتي في الكل اللي عليك انت تطلعي القلم. بقول لك الترابيزه بلاستيك عشان كان اعرف اعمل ده براحتي. طيب بس انا عايزه برضه اقول لكم على الحل التاني. كده كده يعني شيبسي ما بحبوش اصلا من الطماطم. طيب كده اسالكم على الحل التاني اللي هو ايه اصلا بقى؟ احنا كنا هنعمل ايه؟ كنا هنعمل ازازه ميه فالقلم هيتوف لفوق وبالتالي هيطلع وبس كده. شكرا وباي باي. هو انا لسه خلاص.